يقول فضيلة الشيخ: هل يدخل في هذه القاعدة سماع الأشرطة التي فيها قصص وعظية وفيها مخالفات واهتدى الناس بسبب سماعها، فهل هذه تنكر؟ لا يجوز هذا. الأشرطة يجب أن تكون صافية، تكون صافية من الكذب وصافية من الشرك والبدع، وأن تكون الأشرطة موافقة لكلام الله وكلام رسوله وكلام المحققين من أهل العلم. أما أشرطة فيها اختلاط بين حق وباطل فهذا لا يجوز الاستماع إليها.